لم تدخر قطر جهدا على الصعيد الاعلامي الا وبذلته من اجل التدخل في شؤون مملكه البحرين والاساءه لها باساليب عده لتحقيق اهداف خبيثه في المنطقه. لطالما شهد التاريخ على قصص الحقد القطري الدفين تجاه البحرين وكيف ترجمت بطرق مختلفه. ففي الثالث عشر من ديسمبر عام ألف وخمسة ضبطت شحنة مرسلة من جهة قطرية لأحد مراسلي وكالة رويترز ولأحد العاملين في فرع بنك إقليمي في البحرين كانت تحتوي على مجموعة من الكتب والمنشورات والصور المناهضة للنظام الشرعي في البلاد وتبين بأن مجموعة من الإرهابيين الذين يعملون في في لندن ويسعون الى زعزعه امن واستقرار البلاد كانوا يتخذون من قطر مقرا لطباعه وارسال الكتب والمنشورات الى البحرين لم تترك قطر سبيلا إلا وحاولت من خلاله التدخل في شؤون مملكة البحرين الداخلية سواء على الصعيد السياسي أو الإعلامي أو الأمني فالحكومة القطرية سعت وعلى مدار سنوات طويلة إلى دعم أفراد بحرينيين يحملون أجندات سياسية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين عبر استضافتهم في برامج إعلامية عبر قناتها الرسمية. ليست قناه قطر الرسميه وحدها من عملت على تشويه صوره الاوضاع في البحرين ودعمت الارهابيين فيها بل كانت اداه الخطيئه قناه الجزيره القطريه سباقه كعادتها في تزوير الحقائق ودعم الخونه حيث تبدي القناه اهتماما متزايدا بالاخبار المتعلقه بالاوضاع الامنيه والاقتصاديه والاجتماعيه في البحرين واثارتها بطريقه سلبيه وذلك بشكل دوري بصوره ترمي الى ابراز واقع مشوه للاوضاع في مملكه البحرين كما وتتحيز تقارير الجزيره لشخصيات تحمل اجندات سياسيه تهدف لزعزعه الامن والاستقرار في البلاد بالاضافه الى انتاج عدد كبير من الافلام الوثائقيه المفبركه والتي انحازت فيها وبشكل كبير الى الارهابيين في البحرين قناة الجزيرة الإنجليزية لم تدخر جهدا هي الأخرى بالإساءة للبحرين حيث أبدت اهتماما بالغا في متابعة وإثارة قضايا في البحرين بما يخدم توجهات جمعيات إرهابية منحلة بحكم قضائي، كما عملت الجزيرة الإنجليزية على تزويد منظمات حقوقية بمعلومات مغلوطة عن البحرين، سياسة قناة الجزيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة القطرية ودورها السلبي تجاه البحرين لتحقيق أهداف خبيثة كالتأثير سلبا على الأوضاع في البحرين من خلال تشويه صورتها أمام الدول الغربية والتناغم والتماشي مع التحركات التي تقوم بها إيران وما يسمى حزب الله الإرهابي ضد البحرين. جميع ما ذكر لا يصف ما تقوم به قطر من تحركات مسيئة وتدخلات تنتهك بها الجيرة والتعهدات السابقة والمواثيق والأعراف الدولية في مشهد يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السياسة القطرية وقناة الجزيرة صنوان لا يفترقان